السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاشتاج يمس الأمة الإسلامية كلها: ماكرون يسيء للنبي، ماكرون رئيس فرنسا. تعالوا نشوف حاجة الترند، ويا ريت قبل ما نروح تعملوا سبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بنزله. امبارح الخميس كان حفل تأبين المدرس اللي عرض رسوم كاريكاتيرية تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، واللي حضرها شخصيا رئيس فرنسا ماكرون، هو فعلا ماكرون. قال ضمن تصريحاته ان المسلمين دايما بيفرقوا بين الكفار والمؤمنين، المسلمين دايما عايزين الدنيا كلها تبقى جهل وظلم ويقتلوا الناس، وهو ده وده ده 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 شيء من الاسلام، وان المسلمين عايزين يرجعوا فرنسا لورا، مش عايزين يخلوها تتقدم، وحاجات بقى من هذا القبيل، وان احنا مش هنتخلى عن الرسومات والكاريكاتير، احنا هنفضل مستمرين فيها بشكل واضح، دعم صريح للرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحدث اللي حصل من 3 ايام، وهو ان في شاب مسلم ذبح مدرس فرنسي مسيحي رسم رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الفعل جرم ومجرم، والعالم كله سواء مسلمين او مسيحيين ينكروا هذا الفعل ويؤكدوا ان هو فعلا جرم، لكن اللي حصل ان بدون اي تحقيق تم قتله من قبل الشرطة. الشرطة قتلوا هذا الشاب من غير ما يحققوا معاه. طبعا ده ليه؟ لما تعرف حضرتك ان جريمة الاعدام اصلا الغيت في فرنسا سنة 1981، فده معناه ان هذا الشاب لو كان تم حبسه والتحقيق معاه فبالتالي ما كانش هيتقتل، كان هياخد اقصى عقوبة اللي هي السجن مدى الحياة، لكن ما كانش هيتقتل. لكن اللي حصل، وطبعا الشرطة عارفة كده كويس، فاللي حصل هي عملية قتل متعمد لهذا الشاب الجاني، وكلنا بنقول ده جاني وبنعترف ان هو جاني وبنعترف ان الفعل بتاعه مشين للانسانيه وللاسلام، لكن فين العداله وفين النزاهه؟ في نيوزيلندا لما حصل ان واحد قتل اكتر من شخص وفي الاخر خدوه وحكموه وخد سجن مدى الحياه عادي، يعني لا مات ولا الشرطه قتلته ولا اعدم، لان هناك ما فيش عقوبه اعدام. وبالتالي اللي حصل مع الشاب المسلم ده، اللي حصل من الشاب المسلم ده جرم كبير، محدش طبعا كلنا نتفق معاه، فعلا جرم كبير وله اقصى عقوبه، وكان ربما عقوبته تبقى الاعدام، لكن في فرنسا ما فيهاش حكم اعدام، وبالتالي تم تنفيذ القصاص في هذا الشاب، يعتبر في حد ذاته ده قتل، يعني ده قتل بس من قبل السلطات. ماكرون مش واخد باله ان الديانه الثانيه في فرنسا دلوقتي هم المسلمين، اللي بيبلغ عددهم تقريبا 8 مليون مسلم في فرنسا. ماكرون متخيل ان الموضوع، طبعا واضح ان الموضوع حرب في مالي، والالم اللي خده هناك لسه معلم عليه، ولا زال واخد موقف من المسلمين، واللي بقى فعلا يعلن ده بشكل صريح. صدرت حمله في بعض من الدول العربيه او المسلمين بصفه عامه، قطعوا المنتجات الفرنسيه، وده نوع من انواع الاعتراض او العقاب الاقتصادي. المشكلة عندنا من امبارح التصريحات دي لحد دلوقتي ما فيش مسؤول عربي مسلم طلع أدان ده أو استنكر ده. وبالمناسبة التصريح ده يا جماعة في حفل التأبين ده على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل الصحف، يعني الموضوع ما كانش كلمة في السر، ما كانش كلمة في أوضة، ده راجل طلع وقال ده صراحة قدام الشعب الفرنسي وقدام العالم كله. لكن الحمد لله يمكن كان في رد جالنا من يومين بسبب الموضوع ده، وهو على فكره وماكرون بيسيء للاسلام من قبل كده، يعني بقاله فتره شغال في الوتيره دي شويه. فكان في رد، اول رد جه طبعا من المملكه العربيه السعوديه والامارات، طبعا ربنا يبارك فيهم، ان هم عملوا فعلا حمله مقاطعه للمنتجات التركيه. والله بس فما مستنيين نشوف بقى رد الفعل العظيم من الدول الشامخة العظيمة والدولة الأولى الراعية للإسلام في العالم. شوف أبو سلمان هيعمل إيه. سلام.